السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، وتقدرون تتصلون بينا بأي وقت من داخل العراق ومن خارج العراق على واحد من ذني الأرقام اللي ما يقدر يتصل لأي سبب إن كان. الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، مو مكالمة، مو رسالة صوتية، مو فيديو، لأن ذني كلهم ما يطلع الآن، فقط الرسائل المكتوبة حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة، أتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه. نبدي حلقة اليوم مشاهدينا. أول ملف ويانا هو ملف سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة وتجاوزها على القانون من دون وجود رادع لها، والاعتداءات اللي تتكرر على الضباط والمنتسبين بالشرطة وقوات الأمن، واللي صارت حوادث تتكرر بكثرة بسبب سطوة الميليشيات، ضعف القانون، ضعف هيبة الدولة، غياب الرادع الحكومي. مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طلعت مجموعة من عناصر ميليشيا العصائب وهم جاي يعتدون على منتسبين بالشرطة الحكومية بمحافظة واسط، وهاي المشاهد دائما ما تتكرر، ما يعكس لكم ضعف الأجهزة الأمنية الحكومية قدام سطوة الميليشيات وسلاحها. خلونا نشوف هذا الفيديو. يا ابو موت يا زلمة عمي، هذا الحال بالعراق. عندنا مقطع ثاني بس هذا المقطع من محافظة ذي قار. المقطع اللي راح يطلع فد شوية ايش راح تشوفون به هذا الفيديو، اعتداء الى عناصر همينة الميليشيا العصائب على ضباط او ضابط بالامن الوطني ومنتسبين بالشرطة داخل وحدة من محطات تزويد وتعبئة الوقود بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. هنا يتساءل المواطن العراقي، اذا كانت الحكومة ما قادرة تحمي نفسها ولا عناصرها الامنية من بطش الميليشيات، فشلون بالمواطن البسيط؟ خلونا نشوف. واعتدوا على ضابط من الحشد وضابط من الامن الوطني، تمام؟ وهذا الفيديو اللي برقية، هذا ايش يخص؟ هاي السيارة، هذا اعلامي، اعلام مركز الوطني الخبري. بالعباس ابو فاضل، او هذا الولد قاعد يمنعنا من التصوير، كلكم وجودكم طالع. وين ابو رقية؟ الولد قال كلنا وين ابو رقية؟ خوش حسين عباس كلهم مي العصابة. هذا الولد يعني هم من يعتدون عادي، بس من واحد يصورهم ويوثقهم لا، هاي لغوة، يقول له كافي. من هم يضربون عادي، بس من واحد يطلع سوءهم هذا لا مو خوش. من هم يتجاوزون عادي، بس من واحد يحكي ويقولهم انتو جاي يسوون هذا مو خوش آدمي. من هم يضربون القانون بعرض الحائط، ويضربون الدولة بعرض الحائط، وهيبة الدولة وهيبة كلهم اللي يدعون انهم عندهم سيادة وجوازات دبلوماسية. هاي الأفعال بالضبط بالضبط هي بنفس التقدير لما حطوا صورة مصطفى الكاظمي لما كان رئيس مجلس الوزراء بالقاع وداسوها بالبساطيل. هم بما معناه انه لا اكو قانون، لا اكو دولة، لا اكو شرطه، لا اكو قضاء، لا اكو اي شيء احد يردعهم، لا اكو اي شيء يوقفهم. هم عباره عن عصابه تقول لك انا فوق كل شيء. هذا هو حال العراقي. فالسؤال اللي ينطرح هنا، اذا ضابط بالامن الوطني ومنتسب بالشرطه ينضرب من قبل هؤلاء، فالمواطن اللي ما عنده سند واللي ما عنده ظهر، او مثل ما يسموه العراقيين بلهجتهم الخاصة ابن الخايبة، وين يطي وجهه؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك. أسعد الطفيل يقول، يا عمي والله كل شيء ندري، بغداد بيد الميليشيات المسلحة، وأي واحد يحكي قتلوه، الله يساعدك يا عراق على ذولة العصابات.
حيدر الموسوي يقول يعتدون على أكبر واحد منينك ودولة، الدولة بس على المواطنين الشرفاء تطلع عضلاتها. حسين الطائي، أمريكا تفتر ببغداد، إذا بيكم واحد زلمة خلي يروح يجاهد، مو مقدرتك على أخوك العراقي الغسل يغسلكم. أما حسين الناصرية يقول الجيش والشرطة ما يقدرون لأحزاب والتيارات والميليشيات كلهم ضد الوطن. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية اعتداء عناصر الميليشيات على أشخاص يحملون صفة حكومية. وانت لما تعتدي على ضابط، احب اقول لك انه كل نجمه هو شايلها هذا الضابط هاي مرسوم جمهوري. ولما تعتدي على منتسب بالداخليه فانت تعتدي على هيبه الدوله. ومنتسب الداخليه هو جزء لا يتجزا من الدوله العراقيه. اما ضابط الجيش اللي هو يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو حالياً رئيس حكومة الإطار محمد الشياع السوداني، اللي العصائب وغيرها تدعي بس أنهم يأتمرون بأمر القائد العام للقوات المسلحة. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عمي أبن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ وياك أبو عمر التشرين من الناصرية، شلونك؟ والنعم منك أخوي، تفضل أهلا بيك. طبعا هاي الميليشيات هي ايش خلت؟ اذكر ضابط بنص بكيفه الميليشيات بكيفه بالعراق. ذولا زيون بكيفهم سووا هم ذولا كارثه ذولا. يعني ليش ما يحتدون؟ طبعا يحتدون لان السلاح عندهم الفلوس عندهم السلطه هم قاضينها. هي هاي السرسرية هم على السفنة هم قاضين الدولة. زين على أنت أنظر عرف الضار، أنت أنظر المصدر بيجي الشارع قتل خزعلي. نعم. يعني الناس مستهترة ذولا مستهترين ولا ضمير ولا عندهم شرف. خلي يسمحوا لهم إن شاء الله يقوم عليهم طول تشرين راح ترجع عليهم. والله نتحكم بالقنابل يا عمي يا أحمد. اللي يسمحون والله العظيم بالقنابل نسحقهم. زين دولة السلسلية الساقطين أثقب الساقطين دولة، لا يعرفون الله لا يعرفون النبي محمد، حتى على بيوت الله شدوا. نعم. دولة مع الأسف الشعب العراقي والله عليهم ثورة عارمة، والله بالشوارع والثورة العظيمة عليهم بالشوارع. زين دولة والله حشاكم والله يا عم حساكم بالخناقة عرفوا قدام العالم. السفنة دولة لا كيفهم يحتدون؟ هم شنو ما يحتدون دولة؟ دولة عصابة عم يحتدوا خطفوا وقتلوا. شنو جديد عليهم عم بيأفل؟ هاي مو جديدة عليهم دولة سفنة دولة أكبر سفنة. زين أكبر سفنة دولة المحطين جايين إيران جابتهم أمريكا وإسرائيل علينا. الله يستقل منهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. اتسووا بالبلاد هم حطموا البلاد بهم تواله. زين حطموا البنية التحتية دول السفلة أكبر سفلة دولة. نعم. زين والله من رئيسهم والله الإعلان وزيرهم أكبر ساقطين. خلي يسمعوني والله عندكم عليكم بعد كم يوم وبكم خير وتدللوا. أنت يا حاكم وحرم بلادكم وأنا أعلمكم لا بحتى إيران لا بحتى خامنئي. زين وكل ما أنت طابوك بإيران والسلام عليكم. شكرا لك أبو عمر. نروح هسه إلى مأساة من مآسي المواطنين اللي همينة صارت هاي المأساة مقيمة في برنامج صوتكم، هي معاناة المواطن العراقي أثناء مراجعة الدوائر الرسمية أو الحكومية حتى يقدر يكمل معاملة رسمية بالعراق. أهالي مناطق المحمودية واللطيفية جنوب العاصمة العراقية بغداد تفاجأوا انه هم لما يروحون يراجعون مقر تحديث البطاقة الوطنية بمنطقتهم المكان مغلق، رغم الإعلام من قبل أحد السياسيين انه تم افتتاح مركز لإصدار البطاقة الوطنية بالمنطقة مالتهم، لكن لما يروحون الناس يقولون الموضوع عبارة عن وعود كاذبة، مجرد كلام غير صحيح، وماكو أي موظف بالقاعة اللي يخليهم يضطرون انه يرجعون إلى معرض بغداد الدولي من جديد حتى يكملون تحديث بياناتهم للبطاقة الوطنية. خلونا نشوف هذا الفيديو. قاعة
الأمين عوائلنا الكريمة كانت هنا طبعاً كلش هواية طبعاً بعد الاتصال. أخوان هنا بعد ماكو تسجيل يعني مال تحديث هنا مال سجل الناخبي مال السجل مال البطاقة الإلكترونية الجديدة بقاعة الأمين ماكو، فقط معرض بغداد الدولي اللي يريد يروح خلي هناك يروح يحدث. هنا هسه أنا تقريباً الساعة بالتسعة ماكو أي موظف جاي. تمام اخوان عوائلنا الكريمه، اهلنا باللطيفيه، اهلنا بالمحموديه، بالقصور، كلكم اخوان بالمحموديه الاطراف كلكم تروحون هناك بمعرض بغداد الدولي والمعلومه مستر سكاتلنا بعد نشرناها نحن. شنو والله عمي ابو علي انا صراحه بس ساعه جاي انا بالسبعة هنا وهسه الساعه بالتسعة تقريبا، هاي البارحه واليوم مو بس اليوم، يوميا نجي وماكو، هم بس مجرد انه خلى صورته ونزل الحسن شويرد نقلها. أدري أنت من نقلتها لهنا ما فكرت بهاي العالم، هاي العالم ترى أحسن من عندك ومن اللي سواك. زين أنت ما تضحك على العالم هاي وتجيبها هنا ولا موظف، إحنا نروح هناك لا خلفة الله على أي واحد ينقلها، نروح لغاد بألفين دينار كراوة عبرية ونسويها ولا خلفة الله على واحد. هسا هاي الناس من الصبح هنا شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ والله العظيم هسا هاي جاية قوة مدبرة كروة وجاية هنا. زين الله لا يوفقكم من الصبح، الله لا يوفقكم. هاي الشغلة لما يطلع سياسي ويعطي وعد إلى الناس، من علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. وأنتوا ثلاثتهم مسويهن، ثلاثتهم تحجون وتشذبون. أكبر كذبة مال مصفى بيجي لقيتوه بكردستان والكل تعرف العصائب ومودته، توعدون وتخلفون والناس تأمنكم وما توفون، وهذا الوعد مالتكم. نطلع من هنا نروح لمحافظة ميسان، محافظة ميسان جنوب العراق تحديدا قضاء الميمونة. واحد من المواطنين وثق لنا الاكتظاظ الكبير الصاير بمركز إصدار البطاقة الوطنية واضطرار الناس أن ينتظرون الساعات طويلة بظل ارتفاع درجات حرارة عالية اللي بالعراق حالياً دا يتصدر دول العالم بهواية أماكن بدرجات حرارة قياسية طخت الخمسين وأكثر. لا والمشكلة الأكبر أنه ماكو قاعات مهيئة لاستقبال المراجعين. خلونا نشوف. طبعاً هاي اليوم أحد مصايب العراق، طبعاً حقيقةً أحد مصايب العراق. هاي مديرية أحوال مال الميمونة، مال نفوس مال الميمونة، مال البطاقة الوطنية. زين هسه هي دوامها بثمانية، الدوام يبدأ بثمانية، المدير ما أخذ لنا ساعة الدوام يا الله يجي. واي الناس حد متشورة وصايرة القاعة مليانة، وهسه الناس هالطالعة هيك. وهسه الساعة حالياً ب 11، زين من 8 إلى 11، وذاك يوم من 7 إلى 2:30 يلا جينا، ولحد الآن ماكو أي فائدة، يعني فائدة ماكو. المدير كل ساعة زعلان وطالع، يعني حضرة جنابه ما يتحمل الناس وهوسة ولازم يكتب، وهاي أهم حقه يعني. هذا بقضاء الميمونة. أما تردون تشوفون دائرة ثانية بمحافظة ثانية تدللون، راح نروح هسه سوية إلى ديالة. ديالة واحد من أقضيتها خانقين، هاي دائرة نفوس خانقين. تكدس المراجعين على غرفة من غرف الدائرة، لا أكو تنظيم للمراجعين، لا أكو وسائل راحة للمراجع. لكن شنو الغاية من تكرار الحال نفسه بكل دوائر الدولة؟ رغم كل المناشدات والفيديوهات اللي توثق والشكوى، لكن الحال يبقى على حاله دون أي حل، كأنما الأمر مقصود ومتعمد لإدلال المواطن العراقي من قبل حكومات الاحتلال وحكومات الميليشيات. خلونا نشوف. أبو أحمد نعم يا جماعة البهرات شوكة روح جنب أمي روح تمري روح هنا الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع
وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك علي الطائي يقول إيه ليش ما يفتحون لكل منطقة دائرة مؤقتة للتحديث؟ ليش هالزخم والمعاناة؟ لو يردون يلهون الناس من سرقاتهم اللي بالمليارات. فاضل محمد هو هذا حال المواطن العراقي وإحنا بسنة 2023 مع كل الأسف. أساور عزت إيه والله تعب وماكو نظام يا ريت تشوف الحكومة. أما سعد اللام يقول هم متعمدين يذلون المواطن واللي عندهم الألف الموظفين ليش ما يفتحون مراكز كافية للمناطق؟ هاي كانت تعليقات الناس حول قضية معاناة المراجع العراقي بالدوائر الحكومية. سعد من بغداد حياك الله. سعد سعد تسمعني يا سعد؟ يبدو أن الأخ سعد ما دا يسمعنا. إذا عندك شيء أتمنى ترجع لنا مرة أخرى. محمد من أمريكا حياك الله يا محمد. السلام عليكم أخوي السادة السادة حيك وحيك الناس الرافدين البطلة. حياك عزيزي. من 2003 هم دمروا العراق. هاي الميليشيات الحشد وغير الحشد جيش المهدي كفيلك الله ملكين باسم تجار مال المخدرات. يا حكومة يا وين أكو حكومة قسما بالله؟ هم دول حشاك خنازير السلطة. عمي استغوا صالح كله منا صالح إيران ليش للعراق دول الحشد وغير الحشد جيش المهدي غير المهدي قسما بالله هذا ابو فلك الارهابي يدعونه مثل الامام علي لكن طلع على ابو لغد الارهاب ابو لغد الصحفي ابو لغد هذا الايراني هو هذا ابو حيدر ما ادري شو اسمه الدكتور حيلة صحوله هذا اكبر ارهابي واكبر ايراني هو هذا ابو لغد قسما بالله ماكو جبوا له ارهابي مثلون مثل الامام علي لا لقاكم انتوا طلعتوا عيون ذول الحساله جاي يحكمون العراق قسما بالله ذول الميليشيات الايرانية قسما بالله لا عايتهم قربت والله العظيم راح يسحقوهم تحت حنسقع كل الحيوانات راح يسحقوهم شوفوا شلون راح يصير طشارهم مالون وايران تبرت من عندهم اقول لك ابشرك ايران تبرت من الميليشيات الايرانيه تابعه لهم قسما بالله راح يصير طشارهم مالوالي هم وعوالهم مثل ما سووا فينا قال نحرقهم هم وعوالهم تحياتي لكل قناة الرافدين البطلة. شكرا لك أخ محمد. نروح إلى ملف من ملفات الفساد وإلى مفارقة غريبة عجيبة في عراق حكومات الاحتلال وحكومات الميليشيات الموالية لإيران. تخيلوا بهذا البلد تنطي الملايين إلى شركات وهمية فاسدة وعقود وهمية وضياع المال العام بينما المواطن الشريف ينقطع عنه راتبه وينهون عقده بلمح البصر. مفارقة مو غريبة بظل حكومة الحاكم الجعفري اللي أسست بمباركة أنفاس الزهراء مثل ما وصفها أحد رجال الدين المعممين وهي بريئة منهم جميعا. مواطن من الناصرية يوثق حال المستشفى التركي اللي ما صار لسنة وحدة بس على افتتاحه. هذا المستشفى اللي بال22 الفيديو يطلع لكم انتشار النفايات والزبالة أجلكم الله بباحة المستشفى ويحكي اللي بالفيديو يؤكد انه شركة التنظيف او اكو شركة للتنظيف تم التعاقد وياها من قبل الدولة بعقد قيمته 100 مليون دينار شهري لكن الحال راح تشوفوه هسه خلونا نشوف. عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بمستشفى التركي اللي متعاقدة وشركة ب 100 مليون شركة تنظيف ب 100 مليون متعاقدة وياهم شهرياً 100 مليون شهرياً 100 مليون بابا هاي الزبايل شوف هاي الزبايل تأثر على المرضى لو لا وهي هاي المرضى بصفها هاي المرضى وهذا قسم الحريق قريب عليهم تأثر عليهم لو لا لو ما تأثر تواصلت ويا سيد صلاح معاون المحافظ شؤون الخدمات ويا المعاون الإداري مال المستشفى التركي قلت لهم عمي نجيب لكم كابسة من البلدية وهاي الزبايل ما تبقى قبل نجيب الحاويات نعبيها بالكابسة ونوديها نذبها بالطمر قالوا لا رفض يا هو مدير الصحة العام رفض قال ما اريد كابسة احنا متعاقدين ويا شركة تنظيف وهاي شركة تنظيف وهاي زبايل هاي زبايل الله يرضاها شوف العلاجات الله يرضاها هاي مستشفى التركي المستشفى الزينة هي بس هاي عدنا بالناصرية احنا بس هاي عدنا بالناصر عم دير بالكم عليها امشي عليكم الاحسن انتم شنو انتم يهود نبقى بمدينة الناصرية
تخيلوا الموظفين بكل بلدان العالم يكرموهم لتفانيهم بالعمل. واكو فيديوهات تنشر، شخص عمل 20 سنة اجى مدير الشركة كرمه، شخص عمل 30 سنة يجي مدير المؤسسة مالته يقول له الدولة تعطيك هذا التكريم. إلا بالعراق. تخيلوا رجل مسن 17 سنة هو يشتغل بتنظيف المدينة، يتفاجأ بإنهاء عقدة من بلدية الناصرية، قضاها هاي ال 17 يشتغل يكنس ينظف المدينة، وراها بلحظة وجرد قلم يطلع بدون أي حقوق، بدون أي راتب تقاعدي، رغم الأجر الزهيد اللي كان يتقاضى. خلونا نشوف. السلام عليكم. اليوم قضيت هذا الحجي، هذا هو دخل داعش، هذا الحجي هو سوى هاي المصيبة مال سبايكر، هو الفجر المؤمن، هو لاعب لعب بالناصرية، هو كان يشتغل وين نور زهر، هو الباقي الخزينة مال العراق. والله نعل أبوكم يا أبو شرفكم يا أبو كل مسؤول بالناصرية الحرامية، والكم لحقتوا الحج هذا على رات بخطية، والكم سفلة حرامية، والكم استحوا خافوا الله شوية. هذا الحجي خدمته 17 سنة بالبلدية، 17 سنة وابنه شهيد ببيجي، ابنه مستشهد ببيجي، خسر ابنه ويشتغل عامل بلدية يا الحرامية، قاطعين راتبه صار له 6 أشهر. تقولوا له والله، تقولوا له والله بعد أنت ما تفيدنا، ما طلعك تقاعد، عمرك كبير، زين منا لملم حفاظكم أيوة علي، وخلصتوا مني وطردتوه. ليش؟ مو عنده جهال خطية؟ مو تعبان؟ مو 24 ساعة ينظف اسبوعي الكم كان؟ والكم الله حرامية، وعلي الكم لليل، لليل إذا ما اتصلتوا بي وقلتوا له راجع دوامك وراتبك موجود، والله ما حد يظلم عندكم، وعلي وعلي الفعل ولا واحد يظلم لكم. 17 سنة يشتغل. هو السؤال اللي ينطرح هنا، أنتوا هسه جايين علي تقولوا له عمرك، مع احترامي واعتزازي إلى هذا الرجل، لكن عمرك ما يسمح لك للعمل بهذه المهنة؟ الدولة ما فكرت بعمرك قبل ما تشغله؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، قلتوا له أنت كبرت ما تقاعدت، إذا هو بعقد على يا قانون تقاعد يطلع؟ قانون تقاعد موزمبيق؟ إيه طبعاً ماكو قانون تقاعدي بالعراق، يعطي تقاعد هو عقد. هاي المشاكل اللي احنا نحكي بيها، هاي المشاكل الموظفين يطلعون يظهرون يقولون نطالب بالتثبيت على الملاك الدائم. ليش؟ حتى من يوصل به الحال هالمواصيل على الاقل اكو مورد من راتب تقاعدي يقدر يعتاش من عنده هو وعائلته. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يعني من منصة فيسبوك ابو حارث: الرئاسات الثلاث يخدمون 4 سنوات ياخذون 60 مليون تقاعد، حسبي الله ونعم الوكيل. تعرف يخدمون البلد في سرقة أموال البلد. حيدر الصافي: مع كل الأسف هاي بس بالعراق، كل الدول تحترم عامل النظافة، فقط العراق بلد العجائب. ستار جواد الكناني يقول: لو برلماني حتى لو كان عنده خدمة 7 أشهر كان إلى تقاعد، الله لا يوفقكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم وعلى القوانين اللي تشرعونها. أحمد سعد يوسف يقول: بالعراق بس الفاشنستات مستفادات من الحكومة. الموجود بالعراق مع الأسف أنه يجيك واحد ما تعرفه، ما تعرف شكله، ما تعرف صوته، ما تعرف هو لمن يتبع، يقعد له من مجموعة 365-370 واحد بالبرلمان بالتبريد مداير بال، وعنده مخصصات حماية، وعنده مخصصات خطورة وسفر وغيرها وغيرها وغيرها، ويروح يعالج زوجته وأولاده على حساب الدولة العراقية، ويروح يدرس ولده بالخارج على حساب الدولة العراقية، ويروح يسوي عمليات على حساب الدولة العراقية. ليش؟ لأنه الأخ نائب بالبرلمان. العراق ملك صرف مال أبوه خلفه، فهو من حقه. بس رجل 17 و20 و25 وغيره كهواية غير هذا الرجل يشتغلون بالدولة، وفجأة يلقون نفسهم بالشارع. أبو علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. هلا بيك أخوي. وين صادر تأتي؟ وين صادر تأتي؟ نعم. وين صادر تأتي؟ أنا أبو علي أبو عمر من الناصرية، يحكي حد دولة ويصد على الخامنئي وهذا سيد بن محمد، شو تخلي يصد؟ هذا رأيه. وهذا هو لا ليش؟ لأنه غلطان وما تعبان، شنو التعبان هذا؟
أخوي أبو علي، أخوي أبو علي، أبو علي عندك رأي بخصوص المواضيع اللي إحنا نريد نطرحها، أو عندك موضوع لو أنت جاي تتهجم على متصل يتصل بالبرنامج؟ سؤال. لا مو أنا دا أنا ما دا أقول لك حرام، أنا دا أسألك سؤال أخوي. أنا قلت لك حرام؟ قلت لك ما يصير تطلع ويانا؟ دا أسألك، دا أقول لك عندك تعليق على المواضيع اللي نطلعها وعلى السوء اللي دا يصير بالبلد؟ لو تريد تتهجم على مواطن، هذا المواطن يقول لك أنا ملجوع من هاي الحكومة، من حقه يحكي عليها كونه عراقي، هذا رأيه. أنا ما قدرت أتدخل برأيه، فأنا ما أقدر أقول عليه تعبان، ما أقدر أقول عليه تعبان، ولا أسمح يجي واحد يقول عليك هاي الكلمة أيضا. أنا ما أحكي، أنا أنا ما أحكي. أقول هاي الدولة دولة وطنية منتخبة للشعب. أكو تقارير رسمية تقول إنه الانتخابات 80% من الشعب العراقي مراحلها، فشو منتخبة من الشعب و 80% مراحوا؟ يعني ما تغشي سؤال لا، يعني مو انت تقول منتخبه من الشعب، انا دا اقول لك اكو 80% من الشعب هم الاغلبيه ما يردوهم، ما راحوا اصلا. انا يجيب على واحد كيف يجيب صايخ ساعد يقول ليش طالع؟ خلي اخوي يطلع. زين ابو علي سؤال، ابو علي سؤال، ابو علي سؤال، هل من العدل يجي واحد بالبرلمان 4 سنوات يتنعم ما يتنعمه من اموال الشعب العراقي، وواحد يشتغل 17 سنة وفجأة يلقى روحه بالشارع؟ لا ما يصير استاذ، ما هاي مو عدالة هاي. زين، هل من العدل أنك تعطي عقد ب100 مليون دينار شهرياً إلى شركة لتنظيف مستشفى، المستشفى المفروض تكون معقمة من كل الميكروبات حتى تعالج أبناء الشعب، وتاليت هالمستشفى مليانة زبالة والشركة ما تشتغل والمئة مليون ما نعرف وين صارت؟ بس استاذي نعم، زين، هل من العدل او هل من السياده الوطنيه، انت تقول حكومه وطنيه منتخبه، هل من السياده انه يجون مجموعه بالعصائب يضربون ضابط بالامن الوطني؟ شنو؟ اسمع، انت شنو بالعصائر؟ هاي مو اول مره تتكرر اخوي. زين عوفني، هل من عوف عوف راح اقول لك وياك ما شفتهم من العصائب تتدلل، هل من الوطنيه انت تقول حكومه وطنيه منتخبه واكو 3 عراقيين مخطوفين بايران يتعذبون ويطالبون اهلهم بفديه ماليه، والحكومه تقول لا هذا مو بايران هذا الفيديو بربيل؟ راح ابو علي. لا دزل. نعم. استاذ دزل. لا لا ما راح اسمع. نعم. استاذ دزل. ايه. من 2012 شو يزيد انت؟ شو داعش تسوي؟ يدوس بايكر ما حكيت. ابو علي، ابو علي اوقف اوقف، ابو علي ابو علي ابو علي هاي هاي ابو علي ابو علي لا تفتر بصف الجدر، لا تخوط بصف الاستكان. هاي التهمة، هاي التهمة بطلوها. لانه هذا التنظيم الارهابي ياما وياما حكينا عليه وقلنا تنظيم ارهابي، ما دام ده نوصفه بارهابي بعد ماكو كلمه تعبر عن هذا الوصف. هاي رقم واحد. رقم اثنين، سالتك سؤال، هل من الوطنيه 3 عراقيين يخطفون بايران والحكومه تسكت؟ هو استاذ انزل ما نقبل، هم 5 ملايين شهيد، 5 ملايين ما يجاوب. تمام تمام، شكرا لك ابو علي. أبو علي أنت صديق البرنامج وهذا رأيك وأنا ما أقدر أصادره منك، لكن الأرقام اللي دا تظهر على الأرض الواقع وسوء الحال اللي موجود بالعراق هي اللي دا تجبر الناس تحكي بهاي الصورة، وهي اللي دا تجبرني أسألك هاي التساؤلات، هي اللي تجبرني. أنت تقول لي أنت شفتهم عصائب لما انفككوا مصفى بيجي مو هم، لما انقتلوا في ذي قار بثورة 20 مو هم، ما اكو هواية فيديوهات تثبت انه هم، تثبت انه هم. فهذا اللي خلينا ننجبر،
لأنه هذا اللي دا يصير بالعراق هذه هاي مو دولة، هاي عبارة عن هيته جوبه. صدقا اللي دا يصير بالعراق أخوي أبو علي هاي جوبه، جوبه دا يسوقوها سياس، والسياس ما يفتهمون بالسياسة، لأنه اللي دا يصير بالبلد هو مو سياسة. البلد لازم بقانون، أكو مشكلة تحتكم إلى القانون، ما تستخدم قوة السلاح. أما قوة السلاح المنفلت بالعراق فهاي مصيبة المصايب. يعني تتخيل وزير يستوزر بوحدة من الوزارات، وحتى لا تقول نروح إلى غير محافظة، بالأنبار رباعية يرمي باب البيت. هذا السلاح منين جابه؟ نروح إلى أزمة من الأزمات اللي مستمرة بالعراق، هي أزمة الوقود اللي تتفاقم ورا ما نشرنا هواية من الفيديوهات بحلقات مختلفة عن أزمة الوقود بالمحافظات الشمالية والجنوبية. أبو علي، هل من الوطنية العراق بلد نفطي وبغاز ينحرق وبأزمة وقود؟ اليوم الأزمة وصلت البغداد أخوي أبو علي. بلد نفطي مثل العراق بأزمة وقود؟ ثاني أكبر احتياطي نفطي بالعالم بأزمة وقود؟ بالحصار ما صارت أكو أزمة وقود بالعراق. اتهامات من المواطنين للحكومة افتعال الأزمة. هسه راح نشوف هاي الفيديوهات من العاصمة العراقية بغداد، ازدحامات وسراوات على محطات التزود والتعبئة بالوقود. الآن من بازي خانة المنصور الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. الآن من بازي خانة المنصور الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. رغم تصريح وزارة النفط بأن الأزمة راح تنتهي خلال أيام أو يومين بس، لكن بعد الفيديوهات تتصور وتوثق وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تبين الطوابير الطويلة للسيارات أو السراوات مع السيارات على محطات التعبئة بالوقود وبزخم أكبر من السابق. المقطع الجاي من محافظة نينوى من مدينة الموصل يوثق أحد المواطنين لسرة مع السيارات يوصل مسافة مئات الأمتار على واحدة من بنزين خانات المدينة. هذا سرع البنزين، طبعا هذا سرع من هاي الجهة على اليمين والسرع الثاني على اليسار. بقول لك بلد نفطي تحكي والله الانترنت تأخر، عافية بلدي قفل الانترنت اللي أصب الدنيا كل ساعتين زمان بنزين على الانترنت. قبل الانترنت الحصة هاي الناس واقفة إلى النفق، وهاي من جهة اللخ هاي بنزين خانة اللخ شرطة وكائنات. بلد نفطي أهم شيء النفط، احنا ما حد جاب على راسنا المصايب والطلايب غير هذا النفط. يعني ما عرف ما يبين من السجر، هو شرطة وحرس ومشاكل وكي يجيك ابو سعيد الثاني واني من طرف فلان واني ما عرف ايش يعني ما متوازي. انت علش مضايق الناس الخاطر الله علش؟ تفضل فايتين طابورين ليش؟ طابور واحد فوت. هذا ابن نينوى. الفيديو اللي وراه همينا من محافظة نينوى، لكن هذا الفيديو بناحية ربيعة اللي يهمينا بيها أزمة وقود. مواطن يرسل لنا من خلال هذا الفيديو تكدس السيارات مال المواطنين على واحدة من محطات التعبئة بالوقود بظل تفاقم الأزمة وتساؤلات الناس شنو السبب وليش ومنو اللي تسبب وشنو الحل وشنو الحلول الحكومية ووين الدور الحكومي. خلونا نشوف. كله على بوزر واحد. ونطلع من الموصل ونروح إلى محافظة ديالة. هذا الفيديو بمحافظة ديالة اللي تستمر بها أزمة الوقود تقريبا شهر. امتداد طابور السيارات المسافة كبيرة، خصوصا السيارات اللي تشتغل على مادة الغاز أو السولار بحسب تسمية بعض البلدان العربية والشقيقة، أو الديزل حسب التسمية العالمية، على أمل التزود بالوقود من إحدى المحطات بمدينة معقوبة. خلونا نشوف. هذا
العالم لما شافت هاي الفيديوهات وأزمة الوقود في بلد العراق النفطي اللي بأزمات كثيرة، أبو مهيمن الخالص يقول تعالوا شوف محطة الزيتون بالخالص عبارة عن أرتال من الجليكانات يأخذون ويفرغون برا بالستوتات وعلى الشارع العام، وهي محطة بها ثلاث هوزات، واحد للبحارة واثنين للخالص، والطرق الخارجية خليجون المسؤولين ويشوفون بعينهم. شاكر السعدي: أزمة الوقود والكهرباء والماء أزمة حكومية مفتعلة ولا علاقة للمواطن بها، فعل فاعل متسلط للضغط على المواطن حتى يبقى تحت الضغط وأعباء الحياة. المحامي حيدر العيدان يقول خلق أزمات وإشغال المواطن وفكرة بهذه المواضيع. أما محمد التميمي يقول المسؤولية تقع على عاتق التجهيزات النفطية الفاسدة حتى النخاع. أما الآن من محافظة نينوى صلاح الدين، حياك الله يا صلاح الدين. مرحبا سعد. مرحب. شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. المهلي والله يعني تعرضت للمظلومية. قول. كبيرة كثير. قول. أنا خادم بالجيش السابق 10 سنوات. نعم. لم أحصل على تقاعد ولا على تعيين في ظل هاي الأوضاع. نعم. الغير مألوفة لنا. ليش؟ والآن أنا مصاب بمرض السكري. ليش أخ صلاح الدين؟ ليش يعني ما حصلت على تقاعد؟ شنو السبب؟ دخلنا جنود مكلفين في القادسية. لا يعني هو القصد يعني ما عندك اضباره بوزاره الدفاع، ماكو شيء يثبت الخدمه العسكريه مالتك، ليش ما انطوك تقاعد؟ هذا القصد. يثبت الخدمه العسكريه ايش مكلف ما تطوعت. اها. احتياط يسمونه. نعم. ولا تعين في دوائر الدوله وعرضتها على عده مسؤولين. رفضوا اي مساعده. نعم. ذهبت اعمل في قسم الزجاج وتفجر المحل معي. نعم. الأمريكان فجروا الصهريج ووقع فوق الصهريج فوق المحل. نعم. تدمر المحل، تدمرت حياتي. الآن أنا جالس. نعم. في قرية نائية، في قرية الكوش. أصابعي مقطعة. نعم نعم. وأعاني من السكر وبدون أي راتب. نعم نعم. فقط مسؤول واحد في هذه الحكومة كلها. اللي نعم. يعتبر سهم ساعدني ابو مازن احمد عبد الله جبوري بن صلاح الدين انتلي وساعده. تمام. اما جميع المسؤولين وصلت اخ صلاح الدين، شكرا جزيلا لك. الاخ صلاح الدين يعني مظلوميته واضحه، والتساؤلات يعني لما الشخص خدم في هذا المكان على الاقل انه خليه اما يستمر ويعتاش من عنده او دور له صرفه حل. فمناشدة الأخ صلاح الدين نرفعها إلى كل المسؤولين. حسن من البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ هلا بيك يا الغالي. احنا طالب بقانون العفو العام. نعم. أنا عندي والدي مسجون هنا بالبصرة سجن حمدان. نعم. حكم مؤبد، يعني الدعوة يعني لا علي شاهد ولا علي دليل ولا علي أي شيء، ونحكم مؤبد. ليش؟ وصار لسنتين هسه دعوة، يعني دعوة قتل هي، ونحكم مؤبد، والقاتل يعني يفتر بغداد وأربيل، يفتر بالدول، ونحكم مؤبد، يعني لا علي دليل لا علي أي شيء، كلش ما علي. لحظة أخ حسن، يعني أنت تقول القاتل يفتر بغداد، أنت تعرفوه؟ القاتل احنا ما نعرف، بس يعني يتجول القاتل، يتجول يفتر، ما نعرفه حق المعرفه، يعني لا قرايب ولا شيء. طيب. بس نعرفه على شنو استند القاضي بحكم المؤبد على والدك وهو ماكو يعني ولا وجود لاي دليل لادانه والدك؟ والله ما اعرف، بس انا عده محامين قالوا ماكو شيء يثبت انه هو قاتل، سوانا تمييز نرجع نفس الحاله، يعني ماكو شيء. انت اذا تشوف المقتبس او ما تشوف ماكو شيء يعني خليك تحكمه مؤبد. نعم مسؤول سجن حمدان هو، وماكو تمييز، ماكو طالب بالعفو، ونشوف العفو وين يقولون هسه بمجلس النواب راح يقولونه ويصوتون عليه، وماكو قالوا قبل الانتخابات واسم ثاني يشوف جبته وين يعني. نعم يعني احنا طالب بالسوداني، طالب الحلبوسي، طالب خميس الخنجر، طالب النواب، يعني بالعفو العام ما عندنا غير العفو وهي هاي. تمام 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 ايه.
شكرا شكرا لك حسن. والأخ حسن مطالبته هي مطالبة الكثير من العراقيين والمئات أو مئات الآلاف أو الملايين من العراقيين اللي يطالبون بالعفو العام عن ذويهم اللي مسجونين بالسجون، خصوصا مع الأسف هي المفروض ما نقولها بس خصوصا الأبرياء منهم. ورا ما انتشرت الفيديوهات اللي توثق تعرض العراقيين إلى الاختطاف والتعذيب في إيران من قبل عصابات غايتهم الوحيدة هي الفدية المالية، لكن انتبهوا لهاي، بالمقابل الموضوع أكبر، الغاية منه هو تعريف العراقيين بقدرهم بنظر الإيرانيين والسياسيين العراقيين اللي ما حركوا أي ساكن للدفاع عن العراقيين أو محاولة استرجاعهم من خاطفيهم. وصل بهم إصدار بعض البيانات الخجولة والمخجلة بنفس الوقت عن القضية ومحاولة تبرئة ساحة إيران، ولهذا سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على هذه القضية بالإنفوغرافيك اللي راح نشوفه سوية تحت عنوان تقاعس حكومي عن حماية المختطفين العراقيين في إيران. مشاهد مؤلمة لعراقيين مختطفين يتعرضون للتعذيب على يد عصابات إجرامية في إيران هزت الشارع العراقي وأقامت الدنيا ولم تقعدها نتيجة الإهمال الحكومي والشعور اللامسؤول من قبل حكومة الإطار التنسيقي تجاه المواطنين. ليس غريباً على حكومة الميليشيات التي قتلت العراقيين وشردتهم في بلادهم أن تهمل حياتهم، فالمقاطع التي بثت للعصابات الإيرانية وهي تعذب المختطفين أمام أعين ذويهم بهدف استحصال فدية مالية لم تحرك في الحكومة ساكنة. الدكتور أحمد الصحاف من صرحت قلت أنه المخطوفين أطلقوا سراحهم بعد دفع الفدية. أخي والد المخطوف قبالك انطلق، عرفت ابنك وين؟ مصير. مصيرهم. تصريحات حكومية متناقضة لوزارة الخارجية التي أكدت أن المقاطع تعود لعملية اختطاف في شهر تموز الماضي وأن المختطفين جرى الإفراج عنهم سابقا، لتعود بعد ساعات من الغضب الشعبي العارم واستهجان ذوي المختطفين لهذه التصريحات غير المسؤولة، وتقول إنها تتواصل مع الجهات الإيرانية من أجل الإفراج عنهم فيما تغرد منصات ولائية خارج السرب، محاولة تزييف الحقيقة وتهديد أهالي المختطفين بعدم الوقوف والاحتجاج والمطالبة بمعرفة مصير ذويهم بعد محاولتهم تنظيم وقفة أمام القنصلية الإيرانية في البصرة وفقاً لمصادر مطلعة. دولار اليوم تحولونا من العراق على طهران اليوم. مبالغ تدفع للخاطفين من جيوب ذويهم وحكومة الإطار تتفرج في مشهد يعكس التبعية والولاء لإيران ويفسر الصمت المطبق لوزارات الدولة ومؤسساتها الأمنية في التكتم على ما يجري لكثير من العراقيين في إيران وما يتعرضون له من الإهانة والضرب والسرقة والتهديد، ومطالبات شعبية للتحرك لإطلاق سراح المختطفين واستعادة السيادة المفقودة ولو لمرة واحدة. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. رسالة أخيرة أحب أوجهها إلى أخوي أبو علي من بغداد وإلى كل من عنده رأي مشابه إلى رأي الأخ أبو علي. قال لنا الأخ أبو علي أنه هي حكومة وطنية منتخبة من قبل الشعب العراقي. الوطنية أنك تحافظ على خيرات البلد، الوطنية أنك تحافظ على رزق البلد، الوطنية أنك تحافظ على نظافة البلد، الوطنية أنك تحافظ على البلد أرضه وسماءه وتربته وماءه، الوطنية أنك تحافظ على كل شيء موجود في البلد من خيرات ومن بشر، تحافظ على ماء البلد لما تشوف أكو تحوير إلى أنهر وغلق أنهر وبناء سدود، تحافظ على تربة البلد لما تنهي قضية التمر الغير صحي لبعض النفايات الملوثة للبيئة، لما تحافظ على تربة البلد لما تحرق الغاز مالتك وما تستفاد من عنده وعندك محطات تعمل على الغاز وانت غازك يحترق بس حتى تدفع دولار إلى إيران دا تشتري من عندها غاز وهي اللي متحكمة بمصيرك لأن كل شوية سادة عليك الكاك وفاتحة الكاك. الوطنية أنك تحافظ على سماء البلد أنه مو كل من هب ودب يطير فوق سماء هذا البلد ويسوي اللي يريده. الوطنية
أنك تحافظ على روح المواطنين في كل مكان بالعراق وخارج العراق. ولما تصير حادثة مثل اللي صارت هاي الحادثة بإيران تقلب الدنيا إذا تجيبهم. ما أريد أقول لك تجيب حكومة إيران كلها تعتذر من أهاليتهم، بس تقلب الدنيا كلها إذا تجيبهم. لكن الموضوع اللي دا يصير بالعراق أنه عندنا حكومات هي الدين بالولاء إلى الخارج، فشلون تجي توصفها بالوطنية؟ هذا التساؤل اللي أحب أوجهه إلى كل من يقول أنه هاي حكومة وطنية منتخبة. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. بنفس الوقت انتظروني، في أمان الله.